بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا ومرحبا حول شاشه النادي الاهلي. سعيد جدا ان انا اكون موجود معاكم النهارده في اولى حلقاتنا مع بعض حول شاشه النادي الاهلي. النادي الاهلي هنتكلم كتير ونعيد ونزيد في حكايات وحواديت هامه جدا جدا جدا، لكن اسمحوا لي في البدايه ان افكركم واقول لكم إن مفيش أبداً أحلى من لحظة النصر، ومفيش أعز عندنا من ذكرى انتصار أكتوبر سنة 73 في حرب العزة والكرامة. كل سنة وكل المصريين والعرب بخير. هنفضل كلنا مديونين لأبطال أكتوبر لحد نهاية العمر، وليه لأ؟ ده احنا بقالنا 51 سنة بنحتفل بأهم انتصار عسكري في التاريخ بكل الفخر. على فكرة دي أهم وأعظم لحظة في تاريخ مصر الحديث. هيفضل انتصار اكتوبر هو فخر الامه، وهتفضل بلادنا السمره حلوه وحره. وبفكركم وافتكروا وبقول لكم اللي جاي احلى واحلى باذن الله. شكرا لابطال اكتوبر، شكرا للي فرحونا، للي اسعدونا، للي رفعوا راسنا من جديد.